فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. وإنما الذي استنكره النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ إطالته بهم إطالة شاقة، حيث إنه قرأ بسورة البقرة، ومعلوم أن سورة البقرة هي أطول سورة في القرآن الكريم. نعم. فشق ذلك عليهم، حصل من بعضهم كلام، وبعضهم فارقه وأكمل الصلاة لنفسه وسلم وذهب لحاجته. بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكر على معاذ وقال: أفتان أنت يا معاذ؟ من الفتنة، وهي إثارة الجدال بين الناس أو إثارة التنفير بين الناس، والمطلوب من العالم وطالب العلم والداعية إلى الله أن يؤلف بين الناس ولا ينفرهم، وأن يرغبهم في الخير ولا يعمل باجتهاده هو ورغبة نفسه، وإن كانت خيرية، فإن معاذا رضي الله عنه لا يعمل ولا يجتهد إلا فيما فيه خير، وذلك لفقهه رضي الله عنه ومبلغ علمه رضي الله عنه. ولكن الإمام لا يعمل باجتهاده الخاص وما يراه هو، ويشق على المأمومين. لذلك أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ.